هل تعتبر وعنا شهيد تونسي مؤخرا في السنوات الأخيرة وحتى في آخر أو فيما يعرف بطوفان الأقصى شاركت طائرات باسم الطائرات اللي كان صنعها الشهيد الزواري، هل تعتبر اليوم أنه هناك تنكر للشهيد الزواري؟ طبعا يعني هناك تنكر مركب يعني على عدة مستويات. نعتقد أنه قصدية اغتياله في بلده يعني هذه يعني جريمة في حد ذاتها، لاعتبار أنه لا يمكن للكيان الإسرائيلي أن يتعمد القيام بعملية خارج حدوده الجغرافية والسياسية إلا بتواطؤ أطراف من داخلية. لا يمكن يعني كان الشهيد يتنقل بين عدة عواصم، وكان يعني قرار اغتياله هو في بلده تونس، بالتالي كانت هناك ضمانات كبيرة جدا لتغطية هذه العملية وتأمينها. من تواطأ مع الكيان الصهيوني وسهل عملية اغتيال الشهيد الزواري بصفاقس؟ إلى حد الآن تعرف أن فتحت قضية ببدل الأمر، فتحت قضية يعني حق عام في فرقة مقاومة الإجرام، ثم تحولت إلى قطب الإرهاب، وإلى حد الآن يعني مصير هذه القضية هو تقريبا ماشية أو حفظت ضمنيا ضمن رفوف القضاء الناجز والعادل. بالتالي تعتبر وتقول الكيان الصهيوني خذ راحته، دخل للاغتيال وغادر بضمانات. طبعا حتى الذين وقع إيقافهم في مساعدات لوجستية لتغطية العملية قبل وبعد، في توفير آليات التنقل، في بعض آليات التواصل، في توفير الغطاء الذي دخلوا به كبعض يعني بعض الفرق دخلت تحت غطاء صحفي وغيره، كل ما قاعد إطلاق صراحهم. من تواطأ رسميا؟ رسميا أنا أعتقد أنه لا يكون هذه العملية بهذه الضمانات الكبرى إلا بتواطأ داخل الدولة. أنا أعتقد اعتقاد راسخ أنه هناك يعني تواطؤ داخل الدولة، سواء على المستوى السياسي لتغطية العملية أو سواء حتى على المستوى الفني والتقني والأمني. تعطات أوامر؟ لا، ثم سياق سياسي هو اللي صنع هذا الحدث اللي هو في تغطية هذه العملية وتجميدها وتذويبها وتفكيكها إلى حد السقوط عليه. هذا أنا أعتقد وهو خيار سياسي من أجل أنه السياق السياسي كان يطمح إلى التطبيع وإلى الانتقال إلى معسكر التطبيع. نسألك يعني بطريقة أخرى، هل تنكرت حركة النهضة للشهيد الزواري؟ طبعا من اللحظة الأولى يعني منذ اغتياله وبداية الحديث على أنه مجموعات عايدة من سوريا تصفي في حساباتها، ويعني غض الطرف على أنه هذا الرجل يعني كان مناضل داخل يعني صفوف طلبة حركة النهضة في التسعينات، وأنه هجر وشرد وكان يعني هجر وعذب مرة أخرى زيادة، وعاش في 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 قرى القصدير ومدن القصدير في السودان حتى لين التعلق مع المقاومة الفلسطينية، واللي هرب من جحيم يعني النهضة أو الحركة الإسلامي السياسي في تونس.